أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو محمد أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: سألني أخي، يقول: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له والله عز وجل يقول في الآية الكريمة: ادعوني أستجب لكم؟ الإجابة لها شروط يا أخي، منها يدعو الله مخلصا له الدين، ما يكون في دعائه شرك واستغاثة بغير الله، لا بد أن يخلص الدعاء لله عز وجل، هذا شرط أساسي. كذلك يشترط أن يكون مطعمه من حلال وملبسه من حلال مشربه من حلال ويتغذى للحلال. أما إذا كان يستعمل الحرام في مأكله ومشربه وملبسه فإنه لا يستجاب له، كما في حديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب لذلك. كذلك من موانع الدعاء أن يدعو وهو غافل ذاهل عن الدعاء، يتلفظ به بلسانه ولا يستحضر ذلك بقلبه. في الحديث: لا يستجاب، إذا دعوت ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب، فإن الدعاء لا يستجاب من غافل لاهن.